هاي بنات، عاملين ايه؟ اول حاجة، لو انتوا شايفيني بنفس الميك اب واللبس بتاع الفيديو اللي فات، عشان انا بصورهم في نفس اليوم عشان اقدر احضركوا كذا فيديو في نفس الاسبوع. النهاردة انا هعمل فيديو عن المنتجات اللي انا خلصتها الفترة اللي فاتت وايه رأيي عنها وهل هشتريها تاني ولا لأ. طبعا بقالي مدة كبيرة بجمع في المنتجات دي يعني عشان اعمل الفيديو ده، فهي كلها هنا، هما مش كتير بس هي شنطة كبيرة، وهنبدأ مع بعض ونشوف. اول حاجة خلصتها كلها هي الميك اب ريموفر بتاع فلورمار. هو المفروض ان هو بيجي نصه زي سولوشن كده والنص التاني زيت شوية، وبتخلطيهم في بعض وبتحطيهم على قطنة عشان تمسحي المكياج. ده حلو جدا جدا، خصوصا لمكياج العيون، بيشيله بسهولة جدا ومش محتاجة ان انتي تقعدي بوايبس او حاجة تقعدي تشدي في عينك او كده. مجرد ما انتي بتحطي نقطتين تلاتة منه على قطنة وتحطيها على عينك، هو بيدوب المكياج. اسمه اي ميك اب ريموفر اكسبرس، هو ان هو يشيل المكياج بتاع العين. حلو جدا، وبيشيل حتى الميك اب الووتر بروف وماسكارا وكل حاجة. ده هشتريه تاني. تاني حاجة خلصتها خالص هو البودي لوشن ده من ذا بودي شوب. البودي لوشن ده هو بريحة الراسبري، يعني معرفش يعني راسبري، يعني حاجة شبه الكريز كده وكده، يعني التوت الأحمر الراسبري. فهو ريحته حلوة جدا، هو باقي شوية منه هنا، لونه على روز كده، ريحته حلوة، ريحته مش برفيوم أو حاجة كده، يعني ريحته مش كأنها برفيوم أو حاجة كده زي بتاعة فيكتوريا سيكريت أو باث اند بودي وركس. لأ، عامة منتجات ذا بودي شوب عشان هي دايما صحية أكتر وكده، فدايما بتبقى روايح طبيعية شوية، فهي ريحتها شبه التوت شوية، فلو انتي بتحبي الريحة دي هتحبيها. فأنا جربت البودي لوشن بالراسبري، هو ريحته حلوة بالنسبة لي وبيرطب وحلو، أنا ممكن اشتريه تاني. تالت حاجة هتكلم عنها هو التونر ده من كلينيك. ده تونر من كلينيك، واللي مش عارف يعني ايه تونر، هو زي قابض للمسام، بمعنى ان انتي بعد لما بتغسلي وشك لو عايزة تقفلي المسام بتاعتك على اساس انه ما يدخلش فيها اي تراب او ما الى ذلك، ويقفلك المسام بتاعتك ويخلي انه يطلع لك حبوب، المفروض بعد لما تغسلي وشك بقطنه تمشي على وشك بتونر. التونر ده اللي هو انا بحبه جدا جدا ووشي اتحسن عليه جدا، هو من كلينيك. هو انا بستخدم رقم 2، انا بشرتي مختلطة، فانا بستخدم رقم 2 اللي هو للبشرة الجافة المختلطة. بشرتي مش جافة خالص، بس هو ده اللي انا جربته وحبيته. وهم عندهم نوع تاني للبشرة اللي هو الجافة جدا للجافة، وده اللي هو رقم 2 هو للجافة للمختلطة. في كمان رقم 3 اللي هي المختلطة للدهنية، وبيختلفوا كمان في الألوان. هو ده اللي أنا جبته. أنا خلصت منه العلبة دي، خلصت منه علبة طويلة، وجبت علبة تالتة طويلة، وهو ده المنظر بتاعها. انا اكيد هشتريه واوريدي اشتريته. حاجة هتكلم عليها هو التي تري بلامش فيد نايت لوشن. ده من ذا بودي شوب. ذا بودي شوب عندهم خط كامل او لاين كامل من منتجات التي تري او زيت شجرة الشاي. زيت شجرة الشاي معروف ان هو حلو جدا 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 للبشرة، خصوصا البشرة الدهنية واللي عندها حبوب او ما الى ذلك. بجد اللاين ده انا استخدمته واستخدمت منه كذا حاجة، وفعلا هو فعال جدا، وفعلا حسن لي بشرتي جدا وقلل لي الحبوب جدا اللي كانت عندي في بشرتي. ده من اكتر المنتجات اللي انا بس الفاونديشن ده فعلا حلو جدا للبشرة الدهنية، بيقعد معاكي طول اليوم، ما بيشققش، ما بيبقاش شكلك في اخر اليوم
كأنك عبارة عن كورة من الزيت من الآخر يعني متأخر يعني. بس الفاونديشن ده حلو جدا للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية. الفاونديشن ده 3 في 1، يعني برايمر كونسيلر او سان سكرين وكونسيلر وفاونديشن. وزي ما قلت هو فيه حماية من الشمس، وده كويس قوي لو انت هتستخدميه لاستخدام يومي يعني، ومش غالي، فيعني اكيد مش هنستخدم حاجة هاي اند يومي يعني. I'm so cheap يعني، بس let's be realistic. 20 ده 810، ده فاتح عليا، فلو انتي افتح مني هيبقى حلو عليكي، بس ده فاتح قوي عليا. 820 825 هو الكولر بتاعي تمام، او الشيد بتاعي فيه. فاونديشن ده حلو، تخطيطه متوسطة اقدر اقول. اعتقد ان هو ممكن يوصل لتغطية عالية لو انتي حطيتي منه كذا طبقة، بس انا ما بحبش اعمل كده، ومش حاسة ان انا عندي وقت ان انا احط كذا طبقة الصبح وانا نازلة، عايزة حاجة تديني اللي انا عايزاه بسرعة، وهو من متوسطة لعالية تمام. اخر حاجة، لا مش اخر حاجة يا جماعة. اوكي. بعد كده كان في 2 perfume، هما ميني بيرفيوم يعني، كانوا جايين في سات كده كبيرة فيها ديور بيرفيومز بس صغيرين. ده ميس ديور وده هيبنوتيك بويزن، الاتنين بيرفيومز من ديور، الاتنين تحفة بيرفيوم. هما ميني بيرفيوم يعني، كانوا جايين في سات كده كبيرة فيها ديور بيرفيومز بس صغيرين. ده ميس ديور وده هيبنوتيك بويزن، الاتنين بيرفيومز من ديور، الاتنين تحفة. اول حاجة ميس ديور، ميس ديور ريحته حلوة جدا، هي ريحته ما اقدرش اقول ان هي فلورل، ما اقدرش اقول ان هي زهور او كده، انا فاشلة جدا في ان انا اوصف الريحة، بس دي يعني الاتنين ريحتهم very dark او غامقة جدا او تقيلة، بس ده اتقل عندي يعني. لو انت بتحبي حاجة خفيفة روحي على دي، لو انت بتحبي حاجة تقيلة روحي على دي، انا عن نفسي بحب دي اكتر، بس الاثنين حلوين. وانا ما بحبش البرفيومز اللي هم ريحتهم بتبقى زي الورد او كده شوية، ف يعني لو انت بتحبي ده مش هتلاقيه في الاثنين دول، لو ما بتحبيش ده يبقى انت هتحبي دول تمام. خلصت كمان الروش ده من نيكس، هو مات اسمه مات ليب كرامز اي ثينك، وعندي منه واحد تاني هنا، عملت لكم منه سواتش عشان اوريكم درجته، بس هو اغمق على الحقيقه، النور برضو مفتحه، هو على نبيتي اكتر ما هو على احمر يعني، نبيتي بينكش نبيتي كده يعني، فاهمين يعني. اسمه براغ وهو مات ومريح جدا، غير برضو كولر بوب. على فكرة انا بحب كولر بوب جدا يعني، مش معنى انا بقول ان هما بينشفوا شفايف في كل فيديو انا مش بحبهم، بحبهم جدا جدا جدا، احسن وارخص حاجة، بس نيكس كمان رخيص ومريح للناس اللي بتحب ده. كولر بوب الوانهم احلى وشكله بيبقى احلى، ده ما بينشفش قوي زي كولر بوب، ما بيديش اللوك اللي هو المطفي قوي. اخر حاجة هتكلم عليها هو جارني رولان، ده المفروض ان هو زي كونسيلر وفي نفس الوقت بيقلل الانتفاخ تحت العين زي انا كده النهاردة، بس ده ما بيعملش اي حاجة خالص ولا بيغطي، فانا ما خلصتوش وهرميه. بس يا جماعة هي دي كده كانت كل حاجة انا استخدمتها الفترة اللي فاتت. لو الفيديو ده عجبكم اعملوا شير ولايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهاتي تاني، ولو حابين قولولي اكرر لكم الفيديو ده تاني لما اجمع شوية منتجات تاني. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، باي.